المرورية. هنتكلم طبعا مع أستاذ محمد صابر، محرر الشؤون المرورية بالإذاعة المصرية. أستاذ محمد، أهلا بك وصباح الخير. أهلا، صباح الخير أستاذ إسراء، صباح الخير أستاذ دينا، أهلا بيكم وأهلا بالسادة المشاهدين الكرام، أهلا بيكم. أهلا بيك يا أستاذ محمد. ودايما زي ما عودتنا كل الطلبة دلوقتي في أوقات امتحانات، كل اللي نازل لشغله، إيه أخبار الطرق عندنا النهاردة وإيه أكتر الأماكن اللي فيها يعني ازدحام مروري؟ خلينا طبعا في البداية حابين نطمن السادة المشاهدين عن الحركة المرورية الآن، وفترة الذروة الصباحية على وشك الانتهاء. معدلات السبت بصفة عامة حتى هذه اللحظة بتتجاوز ما بين 65% ل 70%. كافة محافظات الوجه البحري والطرق المؤدية إليه ما زالت بتعمل بشكل مرضي، وأيضا محافظات الوجه الفكري والطرق المؤدية إليها الحركة المرورية فيها مرضية تماما. قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى هتقابلنا فقط لغير بعض الأحجام عند مناطق الأعمال، وهي كالآتي: أعلى مناطق الكنيسة المتجه إلى المنيب، وأعلى مناطق المرج والخصوص المتجه إلى نفق السلام. محور 26 يوليو الأحجام في النهارده بتنحصر أعلى منطقة ناهية اللي جاي من أكتوبر والشيخ زايد ونازل على ميدان لبنان. في هذا التوقيت سلوك نحو رود الفرج أفضل حالا. محافظة الجيزة بتنحصر فيها بعض الأحجام النهارده بمنزل محور صفت اللي جاي من أعلى الدائري ومتجه لشارع ثروت وجامعة القاهرة، ممكن نسلك النهارده منزل محور أحمد عرابي أفضل حالا. كذلك عند محطة مترو الجامعة اللي جاي دلوقتي من أعلى كوبري فيصل ورايح على مناطق الدقي، ممكن ننزل النهارده منزل شارع جامعة القاهرة أو شارع مراد. بتقابلنا بعض الشيء النهارده اللي جاي دلوقتي من شارع مجلس الدولة ومتجه لنفق العجوزة، ممكن يسلك النهارده كوبري الدقي ومناطق الدقي بتكون بديل جيد جدا. أما بالنسبة للمحاور الداخلية في محافظة القاهرة هنتجنب كوبري أكتوبر، وخاصة الاتجاه اللي جاي من شرق القاهرة ومتجه إلى وسط المدينة، نتيجة إن كان عندنا سيارة و مصادمة وتعديها الجزيرة الوسطى. الإدارة العامة لمرور القاهرة قامت بنشر الخدمات المرورية وبيتم رفعها الآن وجاري تسهيل الحركة المرورية. السادة المشاهدين النهارده ممكن نسلك النهارده مسطح الأرض شارع لطفي السيد ونطلع كوبري أكتوبر من غمرة، هيكون أفضل حالا، أو نستخدم كوبري الجلاء، كوبري الجامعة، كوبري عباس، كوبري الساحل، كوبري 15 مايو لنقل الحركة المرورية ما بين القاهرة والجيزة. بعض الشيء النهارده بيقابلنا برضه عند جامعة عين شمس، وخاصة اللي جاي من مناطق العباسية ومتجه إلى مناطق الخليفة المأمون، ممكن نسلك المسطح الأرض النهارده امتداد رمسيس، ده هيكون بديل جيد جدا في هذا التوقيت. مطلع كوبري الحدايق اللي جاي من سكة الويلي والزاوية ورايح على مناطق مدينة نصر، بعض الشيء ممكن نسلك النهارده المسطح الأرض شارع مصر والسودان. عدا ذلك الحركة المرورية تعتبر متوسطة على كافة محاور القاهرة عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للسادة المشاهدين. طب استاذ محمد، اسمح لي اسالك سؤال خارج الصندوق شويه. احنا بنشوف ان فعلا في طرق جديده وجميله، وكمان احنا شايفين ان في عربيات امكانياتها حديثه وسريعه جدا جدا، وبشوف ان في بعض قائدي المركبات بانواعها المختلفه بيستغلوا هذه الطرق الجديده السريعه الممهده للسرعه المبالغ فيها. فعايزين ننوه على وجود الرادارات المختلفه، واحنا حتى شايفين معانا انه حتى العلامات الخاصه بالسرعه المحدده للطرق بتبقى موجوده في كل مكان. فعايزه من حضرتك تنويه وتشديد برضو على عدم استخدام الطريق الواسع الممهد في السرعه الغير مقرره لهذا الطريق. طيب خلينا في البدايه برضو احنا حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا بشكرك عليها برضو، ونوضح للساده المشاهدين اهميه الرادارات. طبعا الرادار دوت موجود حفاظا على ارواح الساده المواطنين، وموجود طبعا عشان عدم تجاوز السرعات. خلينا برضو ان كل مواطن يبقى عارف الحقوق اللي ليه ايه وايه اللي عليه. بالنسبه للسرعات المحدده اللي احنا نقدر نتكلم فيها وبننصح فيها الساده المشاهدين، داخل المحافظات او داخل المحاور المناطق المأهوله بالسكان اللي هي داخل المحافظه، المحاور الداخليه دي السرعه فيها لا تتجاوز 60 كيلو متر في الساعه، وكذلك ايضا السرعه داخل الانفاق ما بتتجاوزش 50 كيلو متر في الساعه. اما المناطق الخارج او الغير مأهوله بالسكان على اطراف المدينه كمحور المشير، يعني مثلا ممكن حد من الساده المشاهدين يقول لنا طب اشمعنى محور المشير السرعه فيه 80 كيلو متر؟ 80 اي مناطق غير مأهوله بالسكان السرعه فيها 80 كيلو متر، ده بخلاف طبعا
الطرق السريعه والطرق الصحراويه لها سرعات معينه، وايضا الطرق الدائريه، وبنناشد الساده المواطنين عدم تجاوز السرعات حفاظا على سلامتهم، حتى لا يعني طبعا زي ما حضرتك عارفين حتى لو نسبب حوادث جسيمه لا قدر الله بتؤدي الى طبعا حوادث جسيمه بتؤدي او حفاظا على ارواحنا وارواح الساده المواطنين. بنشكر لك استاذ محمد صابر محرر الشؤون المرورية بالاذاعه المصريه على موافاتنا بكل هذه التفاصيل والمعلومات. هنبتدي بقى اسراء جولتنا الاخباريه. جوله اخباريه، بس اخر حاجه حابه اقولها في الموضوع ده ان الناس تخلي بالها جدا من موضوع الطرق الجديده، لانه الموضوع فعلا بيبقى مغري، والرادار بيبقى بيصور كل حاجه وكل حاجه بتبقى باينه، والمخالفات بتبقى كتير جدا. يمكن الناس ممكن تتضايق من ارتفاع عدد المخالفات، ولكن هو ده فعلا حفاظا على صحه حضراتكم، لان انا بشوف الناس بتجري بشكل جنوني. فربنا يحفظ حضراتكم جميعا ونلتزم، واللي مش هيتعلم من الحادثه هيتعلم من الغرامه والعكس صحيح.